وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر العظيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في المسجد هنا وعلى صفحة المسجد الفيسبوك مع هذا الدرس الثاني في هذا الكتاب في شهر رمضان المبارك. وإن كنا بدأنا هذا الكتاب من أكثر من سنة، وهو من الكتب النافعة الطيبة المباركة جامع العلوم والحكم للشيخ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا مع حديث العرباض بن سارية، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا هو الحديث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وآخر ما ذكرنا في اللقاء الماضي كلمة وقفنا عند كلمة فأوصنا، أي لما رأوا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلص أو جمع لهم موعظة بليغة مهمة، شعروا أنه كأنه مودع عليه الصلاة والسلام، كأنه آخر من أواخر اللقاءات معه، يعني مش حيشوفوه للنبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أو قريبا. فقالوا فأوصنا، يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، كأنه علاج ودواء لما سيتعرضون له، وكأنها عاصمة من العواصم التي تعصمهم من الضلال ومن الفتن ومن الانحراف، ومثبتة تثبتهم على الطاعة وعلى الدين حتى يلقوا الله عز وجل. ولذلك قالوا لما شعروا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فأوصنا يا رسول الله، استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها، وسعادة له في الدنيا وسعادة له في الآخرة. هذا الذي قاله الصحابة، وهذا الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا إقباله عليه الصلاة والسلام على النصيحة. وقوله أوصيكم، جوابه عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تحدثنا عن تقوى الله في اللقاء الماضي، وكيف أنها وصية الأولين ووصية الآخرين، كما أخبر الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى الله عز وجل السابقين ووصى اللاحقين بتقوى الله، فتقوى الله ملاك الأمر، ملاك الأمر كله تقوى الله. من حصلت له تقوى الله عز وجل فهو على خير، وهو إلى خير، فإنه يخشى الله في كل ما يأتي وفي كل ما يترك، في كل ما يتكلم به وفي كل ما يصمت عن الكلام عنه، يتق الله. لأنه أحيانا من تقوى الله أن تسكت، أن لا تتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمؤمن من يتق الله، إذا سمع لغوا أعرض عنه ولم يخط في هذا اللغو، وإذا سمع كلاما فيه هجرا وأذى لعرض مسلم، إما أن يذب عنه وإما أن يغادر بالمجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما تقعدوا معهم اللي بيتكلموا بالباطل وبالغيبة والنميمة والهجر والفواحش والكلام المحرم، لا تجلسوا معهم، وإلا تكونوا مثلهم في الإثم.
فتقوى الله ملاك الأمر كله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل هم ومن كل غم ومن كل مصيبة ومن كل حزن، يجعل له مخرجا، حتى يجعل له مخرجا من الذنب، أي ييسر له سبحانه وتعالى توبة نصوحة. وربما يسأل سائل: كيف الإنسان يتق الله ويذنب؟ طبعا المتقون قد يقعون في الإثم، ليسوا بمعصومين، ولقد وقع بمثل هذه المعاصي الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنه. هذا لا ينافي تقوى الله، ينافي تقوى الله الإصرار على المعصية، ترك التوبة، هذا الذي ينافي تقوى الله. هذا ما عنده تقوى الله، الذي يصر على المعصية ويستخف بالمعصية، كبيرة كانت أو صغيرة، ما عنده تقوى، مصر كل يوم بعملها، وبعدين بقول أستغفر الله العظيم، والله بستغفر، أنا عندي مسبحة 100 حبة كل يوم بأجلدها الصبح والمساء 100 100، بستغفر. شو استفدنا من استغفار اللسان بدون استغفار القلب؟ وبعضهم حتى يقولها بطريقة ممجوجة، لا يكمل الجملة، لا يقول أستغفر الله العظيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هكذا كأنه يعني بعد وبحسب على حد. فالاستغفار ينبغي أن يكون استغفار كامل، واستغفار القلب قبل استغفار اللسان. نعم، هذه وصية الأولين ووصية اللاحقين. وأما السمع والطاعة وهو الذي وقفنا عنده في اللقاء الماضي، ما تكلمنا فيه بتفاصيل، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، ولا سبيل للحياة من غير ولاية، لا سبيل أن يعيش الناس وتنتظم أمورهم من غير سلطان. ولو خير الإنسان أن يكون مع سلطان ظالم أو لا سلطان، مع الظالم أرجى من أن يكون الناس من غير سلطان، لأن الناس يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ويصبح كل واحد منهم سلطان، ويصبح الجمهور من الظلمة، كنا بظالم واحد صرنا بظلمة، ملايين الظلمة. هل هذا مبرر أنه إحنا نرضى بالظلم؟ حاشا لله، الظلم ظلمات يوم القيامة، ينافح الظلم ويكافح الظلم، ويؤخذ على يد الظالم، ويبين ظلم الظالم، يبين لما يظلم الظالم يبين ظلمه، خاصة من العلماء، خاصة من العلماء، لأنهم إما أن يتبوأوا هذه المكانة بجدارة وبكفاءة، أو يتركوها. العالم ليس كالعامي، والمطلوب من العالم ليس كالمطلوب من العامي، العالم مسؤوليته كبيرة، لأنه من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حملة الحق والناطقين به، ويسدد ويقارب قدر الاستطاعة. لكن الذي نراه في حياتنا ليس أنه يسكت ولا أنه يسدد ويقارب، لكنه يمالئ الظالم ويسكت عن الظالم، ويزين للظالم ظلمه، ويشرعن إذا صحت الكلمة للظالم ظلمه، حتى يتوهم الظالم أنه ليس بظالم. أيهم مكفين معي مشايخ قاعدين بأيدوني وبيقولوا عني بطل، وبيقولوا عني أنت قريب من النبوة، يعني almost نبي، وبيقولوا عني يعني أنا اللي بعمله كله مرضي لله عز وجل، واللي فمثل هذا الظالم اللي ما عنده علم، ويرى so called علماء وهم ليسوا كذلك علماء، لأنه كما قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. العلم حجة عليه ليس له. نعم، لا بد من السلطان، ولا بد من الوالي، ولا بد من الحاكم. نحن نعيش في بلاد غير إسلامية، لكن فيها سلطان، فيها نظام، فيها قانون. تأوي إلى بيتك، تغلق البيت، مطمئن على مالك، مطمئن على عرضك، مطمئن على أمنك.
وأنت في سلطان ليس بمسلم، لكن هداهم الله عز وجل، والهداية فيها هداية عامة وهداية خاصة. الهداية الخاصة للشرع والدين، والهداية العامة لسبل الحياة، معرفة قوانين هذه الحياة، لما يسمى بالانتخاب واختيار الشعب للحاكم ومحاسبة الحاكم وعزل الحاكم إن لم يعجبه. هذا الذي نراه هنا، وبالتالي يساء للحاكم ويحاسب على أفعاله وعلى أخطائه، وبين الفترة والفترة يخرجون تقويما له، يقومون عمله. قال له كيف البرسنتج تبع الإحسان؟ هل هو محسن مسيء؟ كذا في المية، هكذا يحاسبوه على كل صغيرة وكبيرة، اللي هو أصلا في شرعنا وفي ديننا. وعمر وأبو بكر إيش قالوا للناس؟ إني وليت يعني أمركم ولست بخيركم، مع أنه خيرنا، تشوفوا خير فتمام، بغلط قيموني ولو بحد سيوفكم. فهنا في البلد إحنا صح بلاد غير إسلامية، لكن للأسف نطمئن فيها على أموالنا وأعراضنا أكثر من البلدان الإسلامية. بيقدر الخطيب على المنبر يتوجه بنقد لرئيس البلد، أكبر رئيس في العالم، ما في أكبر منه من حيث السلطة قصدي ومن حيث القوة، يتوجه بالنقد ويقول له يعني دعمك مثلا للاحتلال في فلسطين دعم ظالم، وهذا الكلام مسجل، واللي بتوهم منكم أنه ما بتسمعوا الجهات المختصة بيكون غلطان، بسمعوه كله بسمعوه، قول له بالدعم ظالم ولا يجوز، ومثل ما نصرت أوكرانيا ووقفت معهم ومديتهم بالسلاح، أهل فلسطين أولى بذلك، عايشين عقود تحت الظلم، عقود تحت الاحتلال، عقود تحت المرار، عقود تحت النكد، ما عادوا يفهموا ولا يستوعبوا الحياة العادية إلا اللي طلع منهم وشاف العالم برا، لأنه حقيقة محرومين حتى الحياة العادية. الله يحرم الاحتلال الأنفاس، وربنا عز وجل يجتث من الأرض كل احتلال، محرومين الحياة العادية، إفطارهم صيامهم صلاتهم. المسجد الأقصى أمس 80,000، أنتم بتعرفوا برمضان أول جمعة كم بيجي عادة المسجد الأقصى؟ مئات الألوف. حتى يقول أحد الشيبان وقد وقف على أشراف المسجد الأقصى ويفحصون هوياتهم، واحد محتل بفحص هويتك تفوت تصلي بمسجدك، هذا العدل العالمي. فقرأ الهوية قال له من جنين، طلع في الإقبال وقال له هذا من جنين، قال خلص جو باك ارجع فش تفوت على الأقصى. ظلم ظلمات. افرض انه واحد من جنين اخطأ، افرض ودخل بقية جنين اللي بسموه العقاب الجماعي اللي هو ممنوع بالقانون الدولي، ممنوع كل مكان الا عند الاحتلال مسموح، بيقدروا يقضوا على كل فلسطين زي ما بدهم، واول من يعتذر لهم القوى العالمية ويعزيهم القوى العالمية واللي طبعا بتتبعهم. قصدي من الكلام اني انا بقدر اقول في البلد هذا الكلام وبروع داري عادي، بعد خطبتي بروع داري وبتغدى مع اهلي وبنام الليل الطويل، ما حد بيجي الساعه 2 يطرق على بابي، هذا اذا طرقوا الاصل بخلعوه خلع، لانه ولا يرقبوا لا حرمه ولا نساء نايمه ولا ما يحزنون، وياخذوا الرجل من وسط اهلي لا يعرف، يغيب مثل ما حصل في نائب رئيس حركه النهضه، نص الليل أجوه زوار الليل يأخذوه على غابة، أخذوه حتى مش على سجن عادي، سجنوه بغابة. صدقوا هذه الوحشية، اللي بقى يقرأ لنا القرآن هذا سعيد وهو بده يحاول يصير رئيس، وقول التطبيع جريمة ولا تجوز، الزلمة طلع كله بس يعني للأسف ما زلنا بننخم وبنضحك علينا، وحتستمر هذه القصة الله أعلم لمتى. بيعرفوا شو العبارات الفوكابلرز اللي بنحبها وبيستعملوها، فالناس للأسف بنغروا وفكروا يعني عن جد هذا الزلمة، يعني طلع يعني مثل ما قال الشاعر العربي، كلا الأخوين ضراطوا ولكن شهاب الدين أضرط من أخيه، هذا اللي طلع للأسف. لابد من سلطان، والوالي لابد منه،
أنا ذكرت وقارنت أنه كيف بنعيش إحنا في بلد نظامها مش إسلامي لكنه نظام بيحترم حقي، بيحترم خصوصيتي، بيحترم ممتلكاتي، بيحترم مالي، بيحترم إرادتي محترمة، صوتي محسوب. إذا رحت من حسب صوتي يقولوش أنت مسلم ولا أنت من بلاد برا، ما بنقبل صوتك. إلى حد كبير موجود هذا العدل، ما في بلد عادلة كما تحب وترضى، لأنه هذا لا يمكن أن يكون إلا في دين الله عز وجل. لا يمكن التمام والكمال، لا يمكن يكون في شرائع البشر، مستحيل، إلا يظل ناقص، إلا في دين الله سبحانه وتعالى. وحتى في دين الله ربما تجد ظلما ممن يطبق دين الله أو يزعم أنه يطبق دين الله. ممكن تجد ظلم من الحاكم اللي بيقول أنا بحكمش إلا في الكتاب والسنة بس، ولا بقبل أي نظام ثاني، ومصرصعنا وذابحنا في الكتاب والسنة، نستعملها ضدنا. إذا لابد من يلون من أمورنا أمور الناس خمسا. هذا هو الحاكم الوالي المسلم، اسمعوا إيش بقول أهل العلم. يتولوا أمور خمسة مهمة جدا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. بلد كلها لابد أن تحفظ ولا بد أن تكرم ولا بد أن تعز ولا بد أن تحمى ولا بد أن يأخذ من الأسباب ما من شأنه الوفاء بهذه الحاجات: حماية الثغور، حماية الحدود. وين حدودنا؟ تعرفينها شو وضعها يعني في عالمنا العربي والإسلامي. أمريكا الآن تقاتل بطريقة غير مباشرة، أو روسيا تقاتل بطريقة مباشرة أوكرانيا. ليش؟ لأنها شعرت أن حدودها في خطر، أليس كذلك؟ ليش الحرب اللي صارت هذه؟ يعني هو ظالم ومجرم وقاتل ودمر سوريا، ووقتها دار وجههم للشقة الثانية لما دمر سوريا، ما وقفوا عند حده، واستعمل الكيماوي واستعمل كل شيء. لما شعر أنه قاعدين بيقتربوا على حدوده بدأ بهذه المعركة المريرة عليه، قاسية عليه، قاسية جدا عليه. تسمعوا أنتم قاعدين بالخسائر، سواء البشرية أو الخسائر المادية أو الاقتصادية، لكن هو اللي دفعه لهذا الكلام كما يدعي حفظ حدوده. ما يهدد على باب بيته. والغرب أيضا يريد أن يصل إلى هناك ويحمي أيضا أي محاولة ولو من بعيد لاعتداء على حدودها. الشرع الإسلامي جاء بهذا أيضا، حفظ الحدود، لكن بالعدل، مش بالظلم ولا بالقتل، بالعدل، بالتفاهم، بالاتفاقيات العالمية. فإذا الحاكم مسؤول عن الجمعة. الأصل في الحاكم أن يكون عالم الزمان، عالم مجتهد، هو اللي بيأم الناس في العيد وفي الجمعة، ومتأخر الوقت اللي فرق فيه بين الدين والدنيا، بين السلطة الشرعية والسلطة السياسية. هذا ليتر أون جاء لما بدأت العلمانية تنخر في جسد الأمة. فإذا يلي الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. يقول الحسن: والله ما يستقيم الدين إلا بهم. تصوروا، وهذا صحيح. وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. مع أن يقول والله أن طاعتهم لغيظ، محروقة أعصابنا بطاعتهم، يقول إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. بس عن مين بتكلم اللي بوقت زمنه؟ كانوا حكام وخلفاء لا يعرفون حكما إلا الإسلام، ما بعرفوا شيء ثاني، وعندهم الجيوش وعندهم حفظ الحدود وعندهم الثغور، لكن كان عندهم ظلم في وقتهم. يقول لابد من طاعتهم ولو ظلمونا في ذلك الزمن. وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين صلوا العشاء أن
أن احشدوا فإن لي إليكم حاجة. اقتربوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، واجتمعوا فأنا لي عندكم حاجة، هكذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. فاجتمع الصحابة كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ، هذا متى الكلام؟ صلاة الصبح، صلاة الفجر. فلما فرغ من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم؟ جميع حضر، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم. فأخبرهم وأمرهم ونهاهم بما هو خطير ومهم جدا، إن فعلوه سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة. قال لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم هذه؟ فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل خير معلم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يلقي الكلام هكذا على عواهله ويدير ظهره ويمشي بلغت أين حكيت. يسأل، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فهمتم اللي قلتم؟ عقلتم ما قلت؟ ثلاثا يسألهم، قلنا: نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه؟ فهمتم؟ ثلاث مرات يقول، قلنا: نعم. قال: اسمعوا وأطيعوا، ثلاثا اسمعوا وأطيعوا، إياكم والتفرق على أئمتكم، اسمعوا وأطيعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل عقلتم هذه؟ ثلاث مرات، قلنا: نعم. وكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فكرنا بيعطينا خطبة طويلة جدا، يلا كل واحد يمسك ورقة وقلم مثل ما بنخطب إحنا، يعني نخطب ساعة وبجوز يعني الزبدة فيها 10 دقائق. فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله. أي والله، إذا عبدت الله ولم تشرك به شيئا وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة، أتيت يعني بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وأطعت ولي الأمر من غير معصية، ما ضل شيء، أتيت بالدين كله. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا، هذين الأصلين للرسول صلى الله عليه وسلم: تقوى الله والسمع والطاعة، لأن الأمر ينتظم بهما، ينتظم الأمر بهما، بهذين الأمرين. فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يودع الناس، وهو قال في كلمته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال في حجة الوداع، في خطبة الوداع، قال: فكان يودع الناس حتى كان بعضنا يقول لبعض: هذه حجة الوداع، هذه حجة الوداع. ولا كيف تسمى؟ كيف عرفوها أنا حجة الوداع؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله وقوله، قال: لعلي لا ألقاكم، لأنه قد أخبر بأجله عليه الصلاة والسلام، بدنو أجله وقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا في قصة سؤال عمر لابن عباس عن معنى سورة إذا جاء نصر الله والفتح. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا أوصى بهذين الأصلين، كما روى الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية قالت، اسمعوا الكلام يا أخواننا، الله يجزيكم خير وأخواتنا اللي معنا على الصفحة في المسجد والذين في المسجد، قالت: سمعته صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، قطع موصل، عبد لا له عشيرة ولا له، إذا صار هو الأمير السلطان، فاسمعوا له وأطيعوا. إيش كمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أقام فيكم كتاب الله. هذا حقه للسمع والطاعة، حقه أن يسمع له ويطاع. ما أقام فيكم كتاب الله،
فإن لم يقم فيكم يقم فيكم كتاب الله فعندئذ غيروه، بدلوه، وإيتوا بمن يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما بنقدر نغيره، أو التغيير يفضي إلى مفسدة أعظم مما نحن فيه. إذن اصبروا، اصبروا حتى تستطيعوا أن تغيروا الظالم، لا أن تدمر الدنيا لتغير الظالم. كذلك الذي رأى ذبابة على وجه صاحبه النائم فحمل صخرة كبيرة وضرب الذبابة مشان تموت، قتل الزلمة. يعني ما هكذا تكون الأمور، لابد من 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 تقدير وحساب وعقلاء وأهل حل وعقد وعلماء يخافوا ربهم ويخافوا على الوطن وعلى البلد، يخافوا على الدماء والأعراض. فالظالم يكره ظلمه، لا يطاع في معصية الله، ويغير عند القدرة والاستطاعة، يبدل، يعزل عند القدرة والاستطاعة، لكن لا يمجد، لا يحمد، لا يهلل له، ولا تلقى الخطب في تأييده وتأييد ظلمه ووصفه بالأوصاف التي ربما لا يوصف بها إلا الأنبياء والمرسلين. ما أقام فيكم كتاب الله، وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة، وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا من اجتمعنا فيه وعده الله بالجنة. وفي رواية أخرى أنه قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة ولا أمة بعدكم، ما في نبي حيجي ولا أمة غيركم، أنتم الأمة، نبيكم النبي وأنتم الأمة، آخر الأمم وآخر الأنبياء. وذكر الحديث بمعناه. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا أي راجيا ثواب الله وسمع وأطاع التزم بالوالي والأمير ببيعته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فله الجنة أو دخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش مرة ومرتين، أكثر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسألة عبد حبشي. يقول المؤلف وهو مما أطلع عليه أطلعه ربه عليه، هذا غيب اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أمر أمته بعده وولاية العبيد، حكم العبيد وكانوا هم الأمراء. وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لو كان رأسه القد يعني اسمعوا واطيعوا. النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله أعلمه بأن هذا واقع في أمته ووقع في تاريخ الأمة. وللعلماء ابن خلدون في مقدمته كلام في هذا الموضوع عن الأمراء الذين حكموا، فما دام أصبح هذا سلطان فلا بد من السمع والطاعة، ونكرر دائما فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه
قال إن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا الحديث في صحيح مسلم. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. وقوله الناس تبع لقريش، المقصود الأمر أي القيادة، الولاية، الإمارة، الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي، يعني الإمام الأكبر قرشي ولا واحد من العبيد على منطقة من المناطق. ويشهد لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش أبرارها وأمراء أبرارها وفجارها وأمراء فجارها، ولكل حق فأتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. وإسناده جيد. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل، وإن لم يصح وقوعه كخليفة رقم واحد يعني الأكبر، كما قال من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه، كأنه يشبه بذلك. إذن الأئمة من قريش طبعا اللي كان مقصود في هذا الحديث أنهم كانوا أصحاب الشوكة وأصحاب المنعة، والإمارة فيهم طبعا، هل الإمارة فيهم مطلقا ولا إذا كان القرشي مستوفي للشروط؟ لازم يكون مستوفي للشروط، شروط الإمامة، يعني لا يعقل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه بعد موته التابعي يكون إمام من قريش مثلا ويكون ما عنده دين ولا تقوى أو يشرب الخمر، ما هذا المقصود أبدا. إذا وجد الصالح المستوفي للشروط من قريش فلا تخرج الإمامة عنه، هكذا ينبغي، لأنه كانوا صاحب أصحاب المنعة. الآن الأمة انتشرت وتوسعت، فما عاد، وين قريش؟ أين قريش؟ ذابت، ذابت في الأمم. ومن ينتسب لقريش الآن وبيقول عن حاله يعني هو قرشي، حتى الآن تجد في 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 في, في آسيا تجد اللاست نيم القرشي أو الهاشمي في آسيا، في باكستان، في الهند، ويعتقدون أنهم يتصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت يعني تشوف دي أن إيه أنه يثبت هذا النسب، لكن الناس توارثت هذه الأمور. فالآن أصبح الأمر أبعد وأوسع من أن ينسب لقريش أو لغير قريش، بل يقال في صاحب الشروط، ولا شك أنه لازم يكون عنده منعة، لازم يكون عنده قوة، وأيضا جهة تنصره وتقويه كما هو الآن في هذا البلد، من غير تشبيه طبعا، تجد الرئيس وراء عشيرة ضخمة جدا، قبيلة كبير كثير اسمها الحزب الجمهوري، هذه هي القبيلة تبعته، أو الحزب الديمقراطي، أي اللي تقوي الرئيس وتدعمه وتقف معاه إلى آخر ذلك. فالمقصود يكون في عنده سلطان، لكن لابد من الشروط أن تجتمع فيه، فإن لم تجتمع فيه فينتقل الإمام من أصلح الناس وأنسب الناس إمام المسلمين وخليفة المسلمين. قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمته سيقع فيها الاختلاف والخلاف، بل حتى القتال، تقتتل الأمة. وكما أخبر أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 شعبة، فستفترق أمتي على 73 شعبة، أكثر لسه. والآن روح شوف اقرأ الفرق، مش الجماعات، الجماعات الإسلامية هذه كلها سنة يعني، الفرق الإسلامية، في كتاب اسمه الفرق بين الفرق للشيخ البغدادي، كتاب قيم جداً يعد الفرق الإسلامية اللي كثير منها خارجة عن الدين، خرجت عن الدين.
فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال، وكل كلامه صدق. فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اللي بيعيشوا الله عز وجل بمده بعمره. تكلم لمين؟ تكلم للصحابة. الصحابة اللي هم في عهده، مش بعد 100 و200 سنة، يعني بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه. إذا عاش منكم أحد، مع أنه قال في بعض الأحاديث معناه عليه الصلاة والسلام لن تمر 100 عام وعلى وجه هذه الأرض أحد ممن هو حي اليوم، يعني قال لهم أنتم بعد ما حيمر 100 سنة الكل ميتين، حتكونوا أموات عليه الصلاة والسلام. فبتكلم عن جيل الصحابة والتابعين أنهم سيروا اختلافا كثيرا. طب كيف جيلنا إحنا؟ كيف جيلنا بعد 1400 سنة؟ كلام عن الصحابة والتابعين، لأنه صار إحداث خوارج وغيرهم، القتال اللي صار بين الصحابة، عشرات الآلاف قتلوا رضي الله عنهم، عشرات الآلاف في صفين وفي غيرها من المعارك. بل خيرة الأمة في وقتها قتلت، الحسين رضي الله عنه شلت اليد، بل مأواها جهنم وبئس المصير، التي امتدت إلى حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهله بالقتل والأذى رضي الله عنهم وعليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم تنبأ بذلك، قال فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لكن في حل، بعاصم لكم من هذه القواصم، بعاصم من القاصمة. ما هو العاصم؟ يعني إن حصل ذلك وأدركتم هذا العصر اللي ستروا فيه اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، امسكوا تمسكوا بسنتي، تمسكوا بهدي وسنة عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، كيف أدار الدولة عليه الصلاة والسلام في كل شؤونها، في سلمها وسلامها، في حربها وقتالها، كيف أدارها عليه الصلاة والسلام، في مالها وفي حدودها. عليكم بسنتي. ولم يقف عند ذلك عليه الصلاة والسلام، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى برضو طريقتهم صح، لأن الدولة كانت بتتطور وتتوسع وحاجاتها تكثر والقضايا تتعدد وتتشكل ألوان جديدة. في عهد أبو بكر غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد عمر غير عهد أبي بكر، مما جد في حياتهم الخوف على ذهاب القرآن. لما أصبح القتل ازداد في حفظة القرآن، جاءوا قالوا لازم نحفظ هذا القرآن. طب ما حفظوش، يعني لازم نجمعه بمكان واحد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هيك، كيف نعمل هذا الكلام؟ فقالوا بعضهم لبعض والله إنه لخير، لازم ولا بضيع القرآن. شرح الله صدر أبي بكر وعمر وزيد فجمعوا المصحف. هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زادت الأعداد وانتشر الإسلام في عهد عمر. أبو بكر 2 سنين، عمر 12 سنة، نشأت قضايا كثيرة، اتخذ الدواوين، صار يعمل سجلات وأسماء وإحصاء ورواتب وسوشيال سيكوريتي. عمر أول من أنشأ الضمان الاجتماعي والرواتب لكل من يولد، لكل نيو بورن، عمر رضي الله عنه. ما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدولة بدها تمشي، بدها تتوسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على ما سيكون من هؤلاء الخلفاء، فقال عليكم بسنتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حكم لهم بالرشد والهداية رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. لم يوصي بذلك فقط، بل أكد الوصية تأكيدا
لا يحتمل شكا. قال عفوا عضوا عليها بالنواجذ، مش بس تتمسكوا فيها، قربطوا عليها في اسنانكم، اوعى تفلت منكم. فلت نقى ما خليناش شيء الا القليل، الا من رحم الله يعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن على مستوى الحكم ما موجودة حقيقة، غير موجودة. أين هي؟ غير موجودة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته بالحكم والخلفاء الراشدين، أين هي؟ هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفي فروع الدين. هذا الخطير، في أصول الدين مش بس في الفروع، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، حتى في العقيدة صار الخلاف. لأنه الفرق اللي ذكرتها قبل قليل سميت فرق لأنه اختلفت مع أهل السنة في العقيدة، مش في الوضوء والصوم بالسفر، اختلفوا في العقيدة في التوحيد. وصف صفات الله عز وجل وأسمائه اختلفوا. قال وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة. ما هي تلك الفرقة؟ من هي تلك الفرقة؟ هي من كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة الناجية نسميها احنا، نسميها الفرقة الناجية. وكذلك في هذا الحديث أمر صلى الله عليه وآله وسلم عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وهي سنتهم، قلنا قبل قليل طريقتهم، يعني السنة قال الشيخ هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وسياستهم في إدارة الأمور، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، مش على جزء منه. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل وعياض. هذا أمر. الأمر الآخر، كثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات فقط لأنها أصل الدين، والمخالف في الاعتقادات على خطر عظيم. ولذلك قلت لكم الفرق اللي عدوها فرق، عدوها فرق بسبب اختلافها مع أهل السنة بالعقيدة، اختلافها بالعقيدة. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة، أول شيء أمر بالسمع والطاعة عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه واضح جدا الإشارة، لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله. فالمشايخ اللي بيطلعوا علينا هذول وبيقولوا لازم تطيعوا أولي الأمر، وإن جلد ظهرك ومش عارف سرق مالك ودمر الدنيا وخرب البلاد وسلم العباد وعذب العلماء واعتقل الدعاة وقتلهم، مش بس اعتقلهم وسفك الدماء، هذا كلام فارغ مردود عليهم، كلام فارغ. إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطاعة بالمعروف. المعروف على مستوى زوجتك، ما بتطيعك إذا أنت أمرتها بمعصية، ولا ابنك. لأنه بعض الشباب بيجينا في مسألة الفاميلي كانسلينج هو وزوجته، وبيقول يعني أنه أنا زوجتي يعني بتطلب كذا وكذا، وأنا بقول لها ما أستطيع لأنه الوالدة قالت يعني أنا بغضب عليك يما إذا بتسمع كلامها. مثال مثلا بده يشتري لها سيارة، الختيارة هي اللي حاكم الأمور، بتقول يعني مقدري عارف البجت الظاهر والديتيلز أو مش عارفة، غالبا بتعرفش. قالت له بغضب عليك يعني غضب قلبي وغضب ربي عليك إذا بتشتري لها سيارة. قل فأنا كيف أشتري وأمي بتغضب؟ هذا فهم منحرف، هذا فهم غلط. شو دخل أمك في سيارة زوجتك؟
طيب إذا اشتريت لها وغضبت أمي، أي ما تغضب، هذا الغضب لا يقبله الله ولا يرضاه الله. ممكن أمك تغضب عليك إذا بتلبس زوجتك جلباب. أنا بعرف إحدى النساء هنا يعني تقاتل بنتها على الحجاب، قل لها الله لا يوفقك ولا يعطيك العافية على هالمصيبة اللي جبتي لنا إياها، المصيبة الحجاب، والله أنا صايم يعني بحلف هذا اليمين. عجبها إنه بنتها محجبة، تب عليها وتدعي عليها، قال بتدعي الله عليها. طب هذا أنو اللي آثم فيها، البنت ولا الأم؟ قال كرنيب اللي آثم مش البنت، لأنه هنا يأتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب ولو غضبت، غضبها ربنا بيقبله؟ ما بيقبله. فليس كل غضب للوالدين معتبر، الوالدان بشر، منهم التقي منهم الشقي، منهم الصالح منهم الطالح، الفاجر الفاسق، كلهم واحد. أما الإحسان لكل من ذكرت مطلوب، لكل هؤلاء الأتقياء والأشقياء والفجار والأبرار كلهم مطلوب، الوالدين انبرهم إحسان إلهم يعني القضايا الدنيوية من أكل وشرب ومسكن ومركب وملبس وهدايا ونفقة، كل هذا مطلوب. أما يقولوا لك صل هذا وقطع هذا وافعل كذا ولا تفعل، قضايا بتصادم الشرع لا يسمع لهم ولا يطاع أبدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. وفي المسند عن أنس أن معاذ ابن جبل قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. حسمها النبي صلى الله عليه وسلم، حسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. هو نفسه قضى على طاعته وقضى على سلطانه بمعصيته لمن هو أعظم منه. طالبني بطاعتك وانت بتعصي ربك؟ شو هالمنطق الأعوج؟ لازم أنا أقوم بطاعتك طواعية لما أرى منك وفيك من تقوى وصلاح وطاعة لله، عندها أنا بعتبر طاعتي إليك من طاعة الله، وأوجر على كل طاعة أتعبد الله بطاعتك أيها الحاكم العادل، أتعبد الله بطاعتك وأدعو لك في سجودي، لأنه الحاكم الدعاء له مش الدعاء مثل الدعاء لغيره، بصلاحه تصلح الأمة وبفساده يدمر الأمة. نتابع إن شاء الله في لقائنا القادم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آمين. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا وسامحنا والطف بنا واسترنا وفرج كروبنا والمسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين، واغفر لوالدينا ووالد والدينا ولأزواجنا ووالديهم ووالد والديهم وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على صحبتكم معنا هذه الدقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين.